وانا كلابي بالنسبه لي بناتي، يعني حد ينفع ياخد طفلك؟ ما ينفعش. فانا بالنسبه لي كلبي هي مش حاجه، هي مش كرسي هياخدوه، ده دي ابني او بنتي. يعني تربيتنا ليهم، حبنا ليهم، دول جزء من العيله. ما ينفع، ما فيش حاجه اسمها ان حد ياخد مني كلابي، ده مبدئيا. ثانيا انا حاسه ان ده ظلم للكلاب وللبني ادمين. الكلاب من احلى الحيوانات واجمل الحيوانات واوفى الحيوانات اللي ممكن الواحد يربيهم، بس يبقى عارف يربيهم صح، ويبقى فيه قوانين زي ما قلت بتظبط التربية بتاعتهم. اولا لازم القانون ياخد في الاعتبار كل المسائل اللي ليها علاقة بعلم الحيوان، ما يبقاش القانون مبني على تكهن او مبني على حادثة ما حصلت فاحنا بناخد قرار على اساسها. فلازم القانون ياخد ده في الحسبان، لازم يتم مراجعة جداول مع متخصصين في سلوك الحيوان، وليسوا مش هم البيطريين. البيطريين ليسوا متخصصين في سلوك الحيوان، لكن يرجعوا لمتخصصين في سلوك الحيوان. ليه؟ لأن كل كلب من دول من اللي في الليستة أو في بره الليستة، في منهم الحلو وفي منهم الوحش، وفي منهم اللي تربى كويس. وانا بنسترس على التربية، لأن التربية هي الأساس بتاعة الكلب. بتقول إنه عايزني أسلمك كلب. كلبي ده زي ابني، أو كلابي بتبقى زي أولادنا يعني. وعشرة يعني، الكلبة دي معايا بقالها 11 سنة. لما تيجي تاخدها مني أكيد مش هيبقى موقف لطيف بالنسبة لك ولا بالنسبة لي يعني. الشامبو بقى حسن هيبقى خميس.